كابتن محمد اجيلك يمكن هنتكلم عن المراعب اكتر، لان طبعا اللي قاعد معانا 13 سنه هو 13 ناشئين ماشي 13 براعي من 8 ل 11 13 ناشئين هنتكلم عنهم، بينطوا او القفز بتاعهم من كام، هل هم اولاد النادي الاهلي تم الشغل معاهم من زمان، يعني كلمني عن النجاح اللي نجحناه ازاي ده وكان مشواره ازاي. بص احنا قبل ما نتكلم عن البراعم احنا عندنا فرقه التجهيزي الاول والاكاديميه، فاحنا بنختار من التجهيزي ده الجزء اللي هيشارك معانا في البراعم. البراعم عندنا ثلاث مراحل، مبتدئ متقدم متميز. المبتدئ بينط متر وثلاثة، والمتقدم المتميز بينط متر وثلاثة وخمسة. ممتاز. القاعدة الكبيرة اللي المفروض نهتم بيها هي البراعم، لان هي اللي بتفرج بعد كده للمراحل اللي بعد كده. الناشئين بقى. بيخش الناشئين وعمومي هو ده اللي بيكمل. صحيح. وكلهم ولاد النادي. يعني مرحلة البراعم ما فيش حد من بره النادي، كل ولاد النادي اللي بنهتم بيهم في الشغل بتاعنا يعني. او اساس الشغل بتاعنا الولاد دول. طب احنا عندنا كام اكاديمية اللي غطس في النادي الاهلي؟ كام اكاديمية في كام فرع؟ ولا هي فرع واحد؟ فرع لا، فرع مدينة نصر وفرع الجزيرة فيهم اكاديميات للغطس. اكاديميات. بيجي في الصيف بقى الاختبارات، والاختبارات كنت بتبقى في الشتاء عشان تضم طبعا لمرحلة البراعم. ده من الاكاديميات بقى، بتكلم على اكاديميات، بيختبروهم امتى عشان تنتقل عناصر مميزة تدخلهم البراعم. هو احنا على فترات كده بنبتدي يعني مثلا احنا السنة دي عاملين 2015 اللي هيبتدي يتصعد، فاحنا مهتمين بيهم في خلال الفترة الجاية دول اللي هيبتدي نشتغل معاهم بالظبط ان هم يتصعدوا الفترة الجاية للفرق. وكل فترة كده بنبتدي نصعد المجموعة اللي احنا محتاجينها للفترة الجاية تشتغل اكتر. يعني احنا عندنا الشكل هرمي شويه، القاعده بتبقى كبيره جدا، بعد كده بيتم الانتقاء في الانتقاء، وده وضع طبيعي في اي رياضه، بس الرياضات الفرديه بتبقى الموضوع يعني اصعب شويه، لان انت بتحتاج قاعده كبيره وبتحتاج مجهود اكبر ان انت تختار منهم مجموعه اللي هتقدر تكمل، وبعدين انت لو اخترت 10 فانت اللي بيوصل لك 2 مثلا.